هذا هنا حاجز داخل هذا الشارع اسكندرون. اسكندرون والله اطلع عليك يا بشار. السلام عليكم. هلا في حاجز هون، انتبه هون قناص. على كل شارع فريق قناص، وهون قناص هذا الشارع. الله اكبر عليك يا بشار. هذا قناص. كل شارع فريق في قناص. شيء لا يصدق الذي يحدث في حمص. كل الشوارع يوجد متراس وقناصين وامن يتمركزون عليها كقتل الناس. هذا حي باب الدريد اليوم 8/3/2012. هذه هي الحياة. تنظروا الأطفال طبعا في متراس بآخر هون في حاجز بآخر الشارع على بس. السلام عليكم. لا لا لسه في دوام ما يشاء الله. السلام عليكم. وهاي الزباين بالشوارع كل مكان كل زاوية من الشارع. هذه الأطفال أطفال الغربية. السلام عليكم. الزبائن جندون كل الزبائن من نزهة والزهرة والدار جندون عندهم لهم. السلام عليكم. هاي الزبائن بالشارع ليش ما عندهم الزبائن صار ينشطون الجرافي وصلوا شبيحة من يوم من عند الزهرة والنزهة والدار شبيحة شبيحة الزبالي شغل الزبالي هلا صار شبيحة شبيحة بواريد وسلاح. الله اكبر اليوم على الشوارع. هلا اصبحنا الان بشارع بستان ديبون. هاي بسطات العالم هون عم بدنا ناكل نشرب نطلع تعال روح تعال.